هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني، نقول له وش 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 ولا نخص. أبا فش فش كان يمكن المعارضة أيام ما كان رئيس، المتسكعون على أبواب السفارات، واليوم هو زعيم عصابة الإنقلاب. مش بس إلا متسكع، إلا مبلط في باب السفارة الروسية، بقية السفارات كلهم نقلوا من تحت راسه، عارفين إنهم بشغلهم طول اليوم قنبعة. بقت السفارة الروسية ليش؟ الظاهر إنهم معهم عفش كبير. الظريف إنه اسم الروسي اللي باقي في السفارة اسمه سيرجي، وابو عفش فش فاهم غلط، مكنهم مراجعة كل يومين، وفي الأخير قالوا استأجر منهم دكان وعايش في بو في أمان الله عشان يوفر حق الموتورات. ما ليه ركب لهم دقن، بطل القات، أكبر دق، شال الدقن، ما فيش فايدة، ما بيدخلوش في اليمن بكثر الهدرة. والله لو تعمل نفخ شفايف وصدر سيليكون بلبنان ما فيش فايدة، الجماعة حامبين بسورية. بس بصراحة بصراحة تستاهل أكبر نعيما نعيما، بس مش على الحلاقة، على السرعة الروسية وموافقتهم بمجلس الأمن على تمديد العقوبات. نقاط ريف، والله لو زيد تتحفظوا ولا تمتنعوا قدوا اسمك حلق بحق التنعيم والتعطيرة والتبخيرة. يا شماتة الحلاقة فيك والحلاق كمان، بصراحة بصراحة حلقوا لك الروس بالموس. بس قل لي أمانة، قل لي قل أمانة أمانة كذا من واحد لواحد، الدغن طبيعي ولا اهترار مع الطيقان؟ حلاقة ولا نتف؟ موس ولا سيفين ونخلاء؟ بس يا خلبوس تربربت تربربت الصراحة، وانت تمكن اصحابك انك مهموم وبعت الموبايل ويا عيباه ومش عارف ايش وصامطون، وانت بتاكل كبسه من وراهم. المهمه زدت لك على المتبردق الكبير الحوثي، ومش حاربي ورقودي، والخبير اخذها قاد وشغل الشاصات، وحبيبي طابع الماك واشقف وندف واشقف وندف، ومع ربي جهادي، وشمال ويمين وصنعاء وتعز والحديده وعدن وفروعه وبقيه المحافظات، وفي الأخير أنت تظهر مربرب وهو مسكين الله ممصوص مدلحس يعرق ويتمخط أمام الكاميرا وهو تسجيل. بعد ما قلت كان فين أول فين كان أول انقلاب، فين كرش وخدود وخواتم وشيلان وشيلات وأنواع وأشكال، ولا الموقف الأقوى فوق تحت ده الحين يا رحمتها موقف كده مبنشر وسط الخط كده لحاله، ما حد يصدق لك انت الا اللي باع الله وعمل له ديسكاونت كمان، زي واحد كان صحفي ومن يوم ما سايرك يعني رجعته حولته دويدر، كل ما شاف قوات الجيش قربت من منطقة يسبق للي قبله ويتصور سيلفي على طول ويوريك، يقول لك تطمن وانت هات لك يا صمود. ما ادري هو قصده يرفع معنويات ولا هو كذا ينيمك في الصوف، تدفأ وتربرب الى وقت ما يقولوا لك الكل نعيما. المهم كان صحفي ما له شيء، رجعته يشتغل برمول، هو اسمه برمول ولا برمان مش متاكد، بس في حد منكم بيبرم الثاني في الاخير، خلونا بس بروح اشوف الكتالوج واتاكد من الاسم العلمي. يا جماعة الخير، كيف فعلت يا أبو عفشفش؟ كيف فعلت بنفسك وأصحابك؟ حد يركن على بوتين؟ خلاص قالت لك هذيك الجلوي إنه بوتين من بلاد الروس وأنت صدق ما فيش بترول والدنيا أزمة وأنت سيرجي للسفارة سيرجي للسفارة. طيب الآن حلقت وبوتين وفى لك التنعيمة، عندي سؤال،
كنت تستفيد من هذه الدقنة تمكنها في كل مقابلة وهدرة. يا عيبة يا عيبة، كيف بتفعل الآن وقودك زعبوت كذا بغير لحية؟ يا عيبة يا عيبة يا للعار يا للعار يا أبناء شعب اليمن العظيم. يا عيبة ويا عارة، من صدق ركبوا كروس موت وربوا اثنين شكمان وافقوا على تمديد العقوبات عليك. انت معك مشكلة من زمان على التمديد، فاكر؟ وبعدين مددوا له، مددناه 20 مدة، وبعدين مددوا له، مددناه 20 مدة. تمددت انت الان وحمران العيون قدهم في نقيل ابن غيلان، لو كانت صنعاء والعة وفي بها كهرباء انهم بيسمروا على الضوء. والحال يا ابو افشفش، الامارات وباعتك وروسيا وحرقت بات حرق، والحوثة وقودهم لك للنخر، حصن الملك الحميري عفاش بن ديزن المزرميطي وطارت حجاره ملح، حتى اللحية اللي عاد كانت كده ها تموه شكلك لا قد تدا تتنقل ولا تخرج راحت حفكت. يعني تشتي تقع وسيم هذه الأيام؟ لا 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 لا، مش وسيم ده، مش وسيم ده، هذا انت اصبر علينا قليل، باقي دورك. خلينا عند سيدك قليل، حدك مصمم ان المعركة لم تبدأ بعد؟ تقدموا الى الامام، تقدموا الى الامام، لا توقفوا. ايش من امام وايش من تقدم؟ تعال اوريك فين بيتقدموها. هذول عيالك وحقك المخبرين اللي كلفتهم يدوروا لك مخرج وصناعة السلام والسمن والصابون، يتقدموا للبنان تقدم فظيع. الله سنة حلوة يا وسيم، سنة حلوة يا وسيم. نعيما نعيما يا ابو عفشفش، يدلي يدلي تقبر قلبي. وسيم وسيم والدنقوان وكل الحلوين حقك على فهنة ودهنة يطفوا لك الشمع، يتقدموا الى الامام جدا. ما لا خارقوا عمكم عيب، ما لا خارقوا عمكم عيب، عيب يا وسيم، عيب يا وسيم، تحنقوه، عيب المزالة، تعمل أقل حاجة، أرقعوا جنبه في الأوقات الصعبة جدا، هذا ولا الريامي كشفك للمتبردغين، خلاص يا وسيم، خلاص، حمران العيون قدهم في النقيل يا جماعة عيب، هذا ولي النعم برضه، أصبطوا معاه. وكانوا عنده أقدام علي عبد الله الصالح، عنده أقدام يقبلوا. ليل نهار. لا 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 لا، هذا الفيديو غلط يا شباب، هذا وعاده مزقرع ومصمم على انه خطير. تفضلوا على الارض، تحركوا وسنستقبلكم استقبال رايح. وين هذا وعاده راكن انهم اوادم، مش كم من وسيم. لا 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 لا، في فيديو ثاني. اذا لم يتم الحوار المباشر بيننا وبين المملكة العربية السعودية فلا حوار مع المرتزقة ولا حوار مع الفارين. ولا هذا يا شباب، يا شباب ايش فيكم تقلبوا القديم كذا؟ ركزوا ركزوا، احنا على الهواء نشتي موقف اليوم. فاصل ونعود نشوف المهبول الثاني وين وصل حاله، اصمتوا معنا. مرحبا بكم. بعد غياب طويل وتخفي ظهر سبع القروف الشاشة طبعا، اما بين الناس ما يقزم ما يقدر. المهم الناس منتظرين النقد عقل وما فيش فايدة. معذور معذور، يجيب عقل ولا ضمير من فين؟ وهوبا قابل عيد لأصحابه، استمروا في الموت من أجلي. هذه المحطة المهمة التي نستذكر فيها الشهداء ونستذكر مآثرهم
ونستذكر منهم والله لو خليتهم يدبدبوا بعد حالهم أحياء أنك كان ممكن تصير تخزن معهم ولا يقوع عندك كذا وما فيش داعي تتعب الذاكرة والاستذكار. جالس لي مخزن في الكهف قم عمري وتستذكر لي وبني حشيش يموتوا أصلا. هذه الذكرى هي أيضا أحياء للروحية المعطاءة. أحياء إيش؟ أحياء ولا كيمياء؟ قد خرجتهم للمدارس ومن الحياة أحياء وأموات، وهذا العطاء ما يسبرش إلا من قبل قبيلي وما يقبلش إلا برأس القبيلي. ما فيش عطاء كذا قرشين، وخلينا حبايب وخليت العيال لأمهاتهم. والشهادة بقدر ما تعبر عن المظلومية هي أيضا أجلى تعبير عن القيم وعن الأخلاق. فعلا فعلا في هذه أنا بقدرش أقول للشخوة فيها حاجة. السليم سليم، الصح صح، ما نقولوش لا. عبارة موفقة يا رفيق، موفق. كل الحوادث اللي في المقابر من ساعة ما اندفنوا وهم أخلاق عالية صراحة، ما حد يسمع لهم لا نقص ولا حس، ولا يآذوا حد، ولا يتقطعوا، ولا يقتحموا بيوت، ولا يسرقوا معونات، ولا ينهبوا مؤسسات، ولا يتهاجروا بالسوق السوداء، ولا يكذبوا كما يتنفسوا، ولا حتى يندعوا زوامل. راقدين كذا على العقين ما يلخبطوا. لهذا الشهادة صراحة ضرورية جدا لهم جدا، حفاظا على القيم والأخلاق العامة لابد ما يستشهدوا. وعلى رأي الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فوق الشاف. أبونا يحتاج إلى ترسيخ هذه الثقافة، إلى ترسيخ ثقافة الشهادة والاستعداد الغالي للتضحية. أكثر من كده ترسيخ؟ يا أكبر الشخوات، قدهم يجي 30,000 قتيل من هذا الشعب، وعظ مكانه يحتاج ترسيخ. مال الله يرسخك بقعر الجحيم، يكفي أيتام وأرامل وثكالة. مال أنت متخفي بالكهف من 2008 لليوم، والخسارة والدم من عيال الناس. مال يقول لهم شهادة وأقدم الأول، مش تراعي لما يوصل الجيش انتفاك من بين المك زي الأول. يا جماعة وهذه رسالة وصلت بتقول الشهيد يوحد الوطن تحت شعار الشهيد. تبرع تبرع، الشهيد الشهيد، الشهداء الشهداء، وانتم تلهفوهم أحياء وأموات. التبرعات تبرعات، والنهب نهب ممن تبقى من خزينة الدولة انهبوه. وهذه 250 مليون، ربع مليار من وزارة واحدة للاحتفال بأسبوع الشهيد. أحبيبي يا شهيد، الروحي يا شهيد، 250 مليون من وزارة واحدة، ليش نعمل لك أسبوع؟ ليش ما نعمل لك كذا شهر، شهرين، 3 شهور احتفال، احتفل. هبر الهابر، وانت يا قبيلي روح جاهد ويطرح رأسك بالحوتي والمخلوق. وقع رجال استشهد سع الناس، اطلع الشاس ولا تطلع ولا الو 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 كوكب الارض. اهلا، ما هو كوكب الارض؟ كرم بحشوان معاك، يعني من سكان الارض؟ لا، من سكان كريتر. ويني هذا جنب الارض؟ ها جنب التواهي. ايش فيك انت؟ حسستنا انك تتصل من وكاله ناسا. من معي؟ معك الشهيد مصلح محسن مسعد حمود طلع الشاس، عضو اللجنه الشعبيه سابقا. شهيد ولجان شعبيه؟ يا رجال قول حوثي، يلا ما بنغلطش عليك، قلك في الاخره. اي اخره؟ ما دخلونا. أباب ليش؟ ما ضبطش المفتاح، خليها على الله، لا سبر معي ولا مع غيري، بس كد احنا مجموعه هنا ما لنا شيء. اصياكن حد احنا مجموعه ما لنا شيء ومحاصرينها، وعد اسقط عد اسقط مهما كان الثمن. المهم يا اخي خير أمانة، تعرف حد من كوكب الأرض ينفعنا؟ يا من اطيني رقمها الرصيد عيكمل. ما لا يا حبال، أقول لك من كريتر، من عذن،
من الجمهورية اليمنية. داعشي يا الله يا الله يا الله من البلاد سهل ولا داعش أسألك بالله ما أضحكش عليا. خير إيش تشتي بسكان الأرض تتصل للحين أو قدخها والشماع. ماشي يا أخي أنا لي منعك أشتك في خدمة. سجل هذا الرقم سجل. راي كم سكعتين شكع 117 617 شكعة وربع. أها تمام. طيب هذا رقم مميز. ها طيب اسمع هذا رقم مين؟ هذا رقم أخي. وليش أنا أتصل بو؟ أتصل بو أنت؟ ما بيجاوب صفر دولي. حاول فيها أنت لي منع كل قع رجال ويمذها لا عاد يوتف شو التافتي. صدقت للبناني المدرب مكنا نقوصه ونعمل عملية خاصة بقلب العدو ونرجع ما عاد رجعنا. طيب لا يوحد روب صاحب لبنان ولا صاحب مرات ولا الزوامل ولا الشعزات يرحلي يدرع واوي وبهلمي والجهال ما حد عينفعنا. طيب خلاص انا بتصل به واكلمه بس ما بيصدقناش اخاف يقول ان انا داعشي. ما عليك شيء انا شتي لك اماريه كلمه السر. ها كل باماريه دالر بحو 30 والهريق. طيب ولا يهمك. وايش عالثاني؟ الو الله يرحمه ولا اطلع له ولا نخ. يلا شكرا. معلومة للمشاهدين، في ساحل حضرموت بعد صلاة الفجر ضروري الناس تاكل باخمري وشاهي يشعقون بوريق. يا خليل ما يفهمون هذه يشعقون بوريق. في فقرة تردد حضرمي ونحييكم من حضرموت الخير أرض الهواء والطير. يلا تعالوا كلوا باخمري انتم. يا جماعة خلونا نحن نتكلم في موضوع واحد. الحال اللي وصلنا له والله متعب. الحياة عندنا مشلولة ما تقدر تسوي أي حاجة وكله بسبب إيش؟ بسبب الحرب. وبرغم الحال اللي وصلنا له يجي لك الزعيم حقهم ويقول لك بنقاتلكم إلى يوم القيامة وبعدين معكم، ويجي الزعيم الثاني حقهم ويقول لك بنقاتل 11 سنة بعدين نحن والتخفيضات حقهم ذا، وبعدين شايلين نحن الجماعة مقاولة شكلهم. المشكلة انه نحن وقعنا بين شحيح وظالم. الحرب خلصت كل شيء. المشكلة انه 11 سنة وايد، يوم واحد نحن وضيعنا احنا يوم واحد وجاب خبرنا بالأصح. كل شيء خلص في البلاد من الحرب، باقي الرصاص اللي ما خلص. وبنرجع بنتكلم في الحرب. الحرب والله مشكلة يا جماعة. الدولار ارتفع، الريال حقنا قدو نص أصنام يا أخي، وعادوا انخفض الآن. والله الراتب حتى ما يكفي. الحرمة بغت، العيال بغوا، من اللي تنبنا. المشكلة يا جماعة أنه نحن الشعب الوحيد اللي ما حيفكر فينا ولا يقول نحن حتى من وين جيتوا، وما حد حتى يحب نحن لا من داخل ولا من برا. في بلادنا لا استيراد ولا تصدير. عادي يا اخي يصدرون تنباك. وين المشكله؟ تنباك تصدير يا اخي عمله صعبه. لا تضحكون خلونا نكون في الفقره. لا تضحكون يا اخي. ولا رواتب ولا دوله. حتى لو معك مريض يا جماعه ما تقدر تخرجهم من البلاد. واخواننا اللي كل شوي يلقون فيزا في شيء من بلدانهم. ويا جماعه نحن مضطرين الان، يعني المريض اللي معنا يموت. متى بيفهمون الاحزاب السياسيه اللي عندنا انه الحياه ما هي كلها حرب وبنادق ودبابات؟ يا اخي في شعب هنا من دري كم عدده بغى يعيش، بغى يتمتع بكل الحريات، بغى يتمتع بالتعليم. على ذكر التعليم تعالوا بكلمكم على شغله. بس يا اخي في ناس بتزعل، اي واحد بيزعل بنقول له ولا نخس. الجامعة اللي عندنا هنا أعلنت استئناف الدراسة، خبر حلو ويفرح، لكن بالنسبة لي نعتبرها تخزينة غير موفقة، باختصار قرحة ويات حق سرعة. السؤال اللي يطرح نفسه هنا إنه ليه للآن تم استئناف الدراسة؟ ليه ما تم الاستئناف من قبل؟ ما هو الوضع من أول وهو عكده، إلا الآن حبكت إنه تسوونها؟
ما طلاب نزلوا وبغوا الجامعة ترجع، ما حد عبرهم ولا حد قالهم حتى من وين جيتوا. ليش ما تم الاستماع لمطالبهم؟ يا أخي الدكاترة حقهم جالسين بالرواتب. المشكلة إنه فترة الانقطاع طويلة. أنك طالب في الجامعة نسيت اللي درسته ونسيت الدكاترة ونسيت اللي درسوا معي. يا جماعة نحن مو إنه نحن ضد استئناف الدراسة، أكيد مع استئناف الدراسة، بس إنه الجامعة تبدأ بحاجات حلوة. الجامعة ناقصتها أشياء واجدة، لكن جاي تكلم من ماشي فايدة في اللوم إذا ما فاد فيك اللوم قبل اليوم. ماشي فايدة في اللوم، شش ولا نخس.